مبادرة رائعة من لجنة الأستاذ قصي هي الطلبة، وإن يعني من عيكرم الطلبة أيضا عيكرمنا. هذا التفوق ما جاء من بلاش ولا من فراغ. كنا نعرف أن المنطقة تعرضت في أبشع هجمة في التاريخ. اليوم هذه حقيقة يعني احنا نعتبرها رسالة لجميع العراقيين، هذا التجمع وهذا الحضور الملفت بأنه رسالة للجميع بأنه احنا لحمة واحدة ويد واحدة. ان شاء الله من تفوق الى تفوق اعلى ان شاء الله. سعدنا كثيرا بلقاء مع نخبة من طلبتنا وطالباتنا الأوائل الذين حققوا معدلات عالية. حقيقة يعني الهدف من هذا التكريم أولا يعني تقييم للجهود اللي بذلوه أولياء أمورهم والكوادر التدريسية في هذه المنطقة. يعني اليوم حقيقة هذا التفوق الملفت في ظل هذا التحدي، يعني أنا أعتبره تحدي للظروف القاسية اللي مر بها أبناء هذه المنطقة من تهجير قسري وخطف وغيرها من الهدم للدور والمعابد والمساجد. وبالتالي أعتقد هذا الحضور وهذا التحدي وهذا التفوق يعتبر يعني رسالة بأنه إحنا كشعب عراقي وكشعب من أبناء نينوى وأسهل نينوى لا يمكن أن يقهر، وإحنا يعني حقيقة هذا الشعب حي كان وسيبقى. وبالتالي على الرغم من الإهمال الحكومي وعدم يعني قيام الحكومة بتعويض أي من المواطنين لحد اليوم لم يعوض أحد في هذه المنطقة، إلا أن أبناء هذه المنطقة عادوا يعني أهل يعني سهل نينوى سواء في بعشيقة وبحزاني أو في برطلة وفي قرقوش وفي النمرود، جميعهم عادوا إلى هذه المنطقة واليوم جميعنا لحمة واحدة. وبالتالي أعتقد هذه الرسالة للجميع، على العكس ما يروج بأنه وجود عدم استقرار، لا بالعكس اليوم الاستهداف هدفه بأنه زعزعة هذا الاستقرار في هذه المنطقة. لكن الحمد لله احنا اليوم نتحدى كل الذين المغرضين الذين لا يريدون الخير في هذه المنطقة. طبعا أنا يعني والد الطالب المتفوق الأول على العراق كاظم معروف أحمد كان يدرس في إعدادية الجمهورية في الناصرية، طبعا تفوق حاله حال بقية المتفوقين. أنا أشكر باسمي وباسم أولياء أمور الطلبة والطالبات المتفوقات الأستاذ النائب الأستاذ قصي عباس على هذه الالتفاتة الكريمة وتوجيه الدعوة إلى جميع الطلبة المتفوقين يعني من جميع الأقليات من جميع القوميات، يعني ما استند فقط على الشبك. مبادرة كلش حلوة من الأستاذ قصي أنه يتذكر المتفوقين ويعطي لهم دعم معنوي، دعم بالتفوق، وما كان فرق انه المكونات كلها دعاها للتكريم يعني. وهذا شيء حلو انه ماكو فرق بسهل نينوى ابدا بين اي مكون ومكون، والاثبات انه هسه الطالبات كلها يعني من كل المكونات متفوقه درجاتهم كلش عالي. يعني اتمنى يعني من يصيغ التفوق بكل العراق، يصيغ التفوق واحد مثل ما هسه بسهل نينوى احنا مكون واحد، نثبت للعراق انه سهل نينوى فعلا احنا نثبت احنا عراق مصغر. ندعو لتطور، ندعو لتفوق ونجاح، إن شاء الله طالباتنا يثبتون وجودهم بأعلى المراتب. نحب نشكر الأستاذ قصي عباس على هذا التكريم اللي فرحنا صراحة، وهذا فخر لنا ولكل مجتمعات سهل نينوى وكل العراق. حبينا نشكره على هذا التكريم اللي فرحنا، ونحب نشكر كادر قاتل المصلية على تصافتنا لنا، وإحنا فخورين بهذا الشيء. إحنا طلعنا معدل وإحنا تحدينا ظروف المصاعب، تحدينا المطر والمجاري والعطلات اللي صارت من مشاكل واجهتنا كثيرة، بس الحمد لله تفوقنا وغلبنا على المصاعب وقدرنا نطلع بمعدل عالي. اليوم جينا على مود تكريم الطلبة المتميزين. أشكر أستاذ قصي عباس على هذا المبادرة الحلوة اللي جمعت بين كل طوائف سهل نينوى بدون أي تمييز. الهدف من هذا التكريم لكي نبين لجميع أنحاء العالم بأننا هنا وطن موحد ووطن صغير جدا يمثله بسهل نينوى ككل المكونات من يزيدية ومسيحية وشبك. ونشكر الأستاذ
الأستاذ قصي عباس على تكريمه لنا لكونه يعمل على تقدير جميع المواهب الموجودة في سهل نينوى، ونحن نهدي تفوقنا هذا إلى وطني العراق من أجل تقدمه وأن يعلو بين جميع البلدان وأن يصبح عراقا أفضل عمليا وعلميا وبكل المجالات الموجودة فيه.